سيرة سيدي أبو يزيد البسطامي يعني هي مغطية على هذا الكتاب شطحات الصوفية تأليف الدكتور عبد الرحمن بدوي، وعندي الرفاعي والرفاتي والحجازي والحجازي والرفوعي، وأنا درويشي رفاعي. يقول تسم سيدي، يقول هني خنيبها من الصفحة اللي قبلها أحسن عشان نكسب عليها أجر، اللهم صل، لأن هذا كله تراث صوفي. يقول وسمعت أبا حسن أبا علي الحسن بن أحمد المعبر يقول سمعت، كان صديق الوالد مسؤول المجبر بحوران، سمعت أبا القاسم الحسن ابن محمد ابن حبيب اسمه الحجازي قال حدثنا أبو الحسن عبد الله بن موسى السلامي بهرات، هرات في أفغانستان مو؟ الهند. لا هرات أو إيران يمكن أو باكستان. قال حدثنا أحمد بن يعقوب البسطامي غير أبو يزيد البسطامي. قال حدثنا خلف بن عمرو قال سمعت أبا يزيد البسطامي يقول جننني بي فمتو. سيد الحجازي، سيد الحجازي يقول عن الله، يقول جننني بي فمتو ثم جننني به فعشت ثم جننني عني وعنه فغبت ثم أوقعني في درجة الصحو وسألني أحوالي فقلت الجنون بي فناء والجنون بك بقاء والجنون عني وعنك ضياء وأنت في كل الأحوال أولى بنا. فسر يا لا تشوش يا سيد الرفاعي، تفضل يا الله. كلام كبير. وسمعت أبا عبد الله الشيرازي الصوفي يقول سمعت أبا النجم البردعي بردعي إيه بشكهور، هاي شكهور في شيراز بإيران، قال سمعت القناد، قناد صوفي كبير، يقول سمعت الجنيد طبعا بن محمد البغدادي اي إيه والله السيد الفقهاء والصوفية جنيد البغدادي مدد مدد عليك ابن رفاعي. يقول الناس يتراضون في ميادينهم فإذا بلغوا من ميدان أبا يزيد هل مجوا، هل مجوا يعني شنو مش رمضان وهل مج حسن سيرة مثنى مثنية سهلة في سرعة، يقول سرعة المشي هنا كاتب. وسمعت أبا عبد الله قال حدثني عيسى بن نزول القزويني قال أخبرنا أبو بكر الصباح، الله سير حق أسرة الصباح شغل الصباح الكرام بالكويت، يقول حدثني أبو جعفر الفرغاني. فرغانة وين بسيوط؟ وين مولانا فرغانة الحجازي الفرغلي يمكن؟ قال سمعت أبو موسى الديلبي. الديلبي شنو معناته؟ ديلبي لا. يقول سألت أبا يزيد البسطامي عن حقيقة التصوف، يمكن سأل أبو يزيد البسطامي عن حقيقة التصوف فقال التصوف نور شعشاعي ورمقته الأبصار فلاحقتها. سمعت محمد بن إبراهيم الواعظ يقول سمعت محمد بن محمد الفقيه بن سليمان يقول سمعت أبا القاسم إبراهيم بن محمد قال أبو يزيد البسطامي. لحظة يا الرفاعي، كلام الأولياء لا تعرضوا، النفس تنظر إلى الدنيا والروح تنظر إلى العقبة والمعرفة تنظر إلى المولى، فمن غلبت نفسه عليه فهو من الهالكين، ومن غلبت روحه عليه فهو من المجتهدين، ومن غلبت معرفته عليه فهو من المتقين. ما حد يفسر اليوم مالكم استلام. يقول النفس تنظر البسطامي إلى الدنيا والروح تنظر إلى العقبة والمعرفة تنظر إلى المولى، فمن غلبت على نفسه عليه فهو من الهالكين، ومن غلبت روحه عليه فهو من المجتهدين، ومن غلبت معرفته عليه فهو من المتقين. من ذاق عرف ومن عرف اقترف، من اقترف فقد عرف، ومن عرف فقد اقترف. قال ابن عقب رفعها طب بيت المنصوري. وسمعت أحمد بن محمد يقول سمعت أبو موسى